أريد أن أرجع إلى قصة هذه المؤامرة وما حكى قبلها من أن الملك سعود دفع مبلغ يقرب من 2 مليون دولار إلى عبد الحميد جنيه استرليني إلى عبد الحميد السراج على أكثر من شيك، بدعوى أن عبد الحميد السراج يقوم بعملية انفصال للوحدة بين مصر وسوريا وتدبر عملية اغتيال لجمال عبد الناصر في دمشق أثناء زيارته في 24 فبراير سنة 58. كانت هذه القصة. عبد الناصر أعلن القصة ديت بالتفصيلات في خطاب ألقاه في دمشق، وكأنه ألقى قنبلة في كل القصور الملكية السعودية. رد فعلكم أنتم إيه كأمراء آل سعود حينما سمعتم بأن الملك سعود يدبر خطة أعلنت على الملأ بهذه الطريقة ضد جمال عبد الناصر وضد الوحدة بين مصر وسوريا؟ كنا مجتمعين أنه بعض الأخوة في الرياض ووفدوني أشوف الملك سعود في المدينة. أنت أول من ذهب للملك سعود؟ أنا أول من ذهب موفد منهم. وقابلني عمي مساعد. وكان مقرب الملك سعود ورئيس ديوان المظالم المطار. وذهب إليه في قصره في المدينة. وكان دوب وطالع من الحمام متروش ويلبس هدومه. وقال لي يا طار هذا كذب. قلت جاءت الملك أنا أريد أن أصدق وكذب الرئيس عبد الناصر. أرجو أن يكون كلامكم صحيح لأنه هذه العملية لا نقبلها. قال لي طار هذا غير صحيح. المهم خلصنا، قال روح أفطر الآن وأنا أخلص هدومي وروح المجلس العام. روح للمجلس العام. وكانوا حيكتبون بيان ضد عملية إعلان رئيس عبد الناصر. وجدتهم كلهم متفقين. قال ليش رأيك؟ قلت أنا رأيي لا. الرجل مسموع الكلمة عند العرب وصوت العرب مسموع في كل مكان. احنا الراديو حقنا في جدة يعني كله شوية كيلوات. انا في الرياض يدوبك اسمعه. مين حيسمعه؟ فانا رأيي خليه مدام انتم صادقين بما تفضلتوا بكلامكم الحقائق حتبان يوم الايام مدام الرجل يعني غير صادق. هذا كلام الملك سعود. رحنا وطلبنا الملك فيصل. كان امير ولي عهد. كان ولي عهد. ورئيس وزراء. ورئيس وزراء. كان في البر. طلبناه من جدة. خذنا بنزين الطيارة ورحنا خذنا بنزين الطيارة طيارة صغيرة. ورحنا للبر. كان مين معك؟ أنا لوحدي. ممكن تقول لنا مين من اخوانك اللي يعني دفعوك الى ان ما لا مش دفعوك. اللي كانوا يريدون هذا هم قرارهم. قراراتهم. قرار من قرار في العائلة. كل اخواني كلهم. يعني معظم الاخوان الا بعض هذا كان اللي غايب واللي كذا واللي كذا، انما اخوان موجودين كلهم. يعني كل ابناء الملك عبد العزيز. يعني معظمهم. معظمهم. واللي مش موجود ما حضر معانا. المهم كنت مستئين من الامر. الملك فيصل. كنت مستئين من الامر. انه هل حدث اذا كان صحيح؟ طبعا اذا كان مش صحيح الحمد لله. رحت الملك فيصل كان ولي عهد ذلك الوقت. وكان حزينا من الخبر وتمنينا معا حزينا أن لا يكون إيه؟ هذا الخبر صحيح. آه. يعني نريد أن يكون أخونا هو الصادق في هذا الأمر. الملك فيصل قال أنا جايكم في الرياض. جانا في الرياض اجتمعنا عندنا في البيت، بيتي أنا منزلي كل أخواني موجودين معظمهم كما قلت. وصار اتفاق ضمني أني أنا أروح مصر. فجينا بقى مصر عشان نتأكد عبد الناصر. تروح مصر أتقصى الحقائق من عبد الناصر بدون علم الملك سعود؟ لا سعود احنا الآن على شات انه حيترك الفرصة لفيصل بعدين. احنا بدأنا الآن نحضر انه سعود يتولى فيصل يتولى رئاسة الفعلية المجلس الوزراء كانت اسمية ويترك الصلاحيات سعود له. بسبب هذا الحدث؟ أسباب كثيرة تراكم، إنما هذا حرك الأمور. هذا حركها أسرع. يعني في سنة 58 بدأت المحاولات الفعلية؟ قبلها في 57. متى بدأت بقى المحاولات؟ والله لا أتذكر الشهر، ولكن أنا أتذكر أنه الملك فيصل كان في أمريكا. وكان بين نوع من الجفا بينه وبينه. رحت برضو أرسلت لأمريكا أنا من إخوانك؟ من إخواني. وصفينا جو مع الملك فيصل بينه وبين الملك سعود؟ لا بيننا حنا. طيب انا اخ احمد سمو الامير الان سعود ما جينا. طيب سمو الامير اسمح لي الاول نكمل قصه عبد الناصر واعود لقصه الخلافه. الان انت ذهبت موفد من اخوانك الى الملك سعود واستقصيت منه عن محاوله الاغتيال التي ذكر عبد الناصر ان الملك سعود دبرها ضده وللفصل الوحده بين مصر وسوريا ورفض ونفى ذلك. صح.
ذهبت إلى الملك فيصل وقال إنه يتمنى أن يكون الخبر غير صحيح. أنا اللي قلت له. أنت اللي قلت له. إيه يا طويل العمر نتمنى. قال أنا مثلك، إحنا كنا نتمنى أن لا يكون هذا الخبر صحيح، وكل هذا صحيح. ثم حملت رسالة من إخوانك إلى عبد الناصر. أيوة. الملك فيصل أو الأمير فيصل ولي العهد رئيس الوزراء، هل شاركك في عملية أنك تذهب؟ لا، لا ولا يعرف. ولا يعرف. لا، لأنه نحن واسطة بين فيصل وسعود الحين. إن من إخوان الثاني. في الوقت ده كان الخلاف بين فيصل وسعود كان مستشري. صح. للأسف، للأسف يعني كنا نتمنى أنه لأنه إخوان وأبناء عبد العزيز والملك واحد. وهو للعهد وهذا الملك، يعني كان المفروض أن لا يحدث هذا الخلاف، ولكن دائما أبوهم وأبونا جميعا يحذر من الحاشية، يحذر من الخدم، يحذر من أصحاب القيل والقال، يحذر من أصحاب الفرقة اللي هم دبوا ودخلوا وجدوا منافذ لهم، مثل ما يجد الاستعمار منافذ ضد الحكام، هم دول استعمار محلي. فسار بدأت الأمور من هذه الناحية. فلما رحت الملك فيصل أنا صفينا الجو وقال أنا جاي. فرجع، لكن ما قعد في الرياض، راح القنص البر. نعم. فحطرت العملية هذه ورحت شفته أنا وجانا، وصار بعدها التغيير، انتقل السلطة من سعود إلى فيصل بشكل سلمي. قبل أن نأتي لمرحلة التغيير، أنت الآن في طريقك من الرياض إلى بيروت إلى دمشق لمحاولة مقابلة عبد الناصر. أيوة. والاستوثاق منه من دقة المعلومات التي ذكرت. فروح لعبد الناصر وقلت له هذا كلام، قلت احنا شفنا الملك وشفنا فيصل وسعود قال انا غير لا اعملها. وقلت له عبد الناصر، وقلت يا جلالة الملك ارجو ان تكون انت الصادق وليس عبد الناصر كاذب. فضحك عبد الناصر. قلت هذا اقول لك نتمنى هذا. المهم شرح لي هو الاوضاع. ماذا قال لك عبد الناصر؟ قال لي هذه عندي وثائق، عندي شيكات وتواقيع من اظن مؤسسه النقد العربي السعودي أو من وزير المالية، والله لا أتذكر، وهذه مذكورة على كل حال، بعض الوقائع ذكرت ومنشورة، ويقال أنك منشورة ومنشورة، ويقال أنك حينما علمت بأن البنك العربي المحدود تقريبا الذي حولت منه الشيكات لحساب عبد الحميد السراج، أنت سحبت 2 مليون دولار. هذا كلام أو 2 مليون جنيه استرليني. هذا كلام الأخ هيكل، ذكرها هيكل في سنوات الغلية. مش صحيح. لم يكن لك أموال في هذا البنك ولم تسحبها؟ أبدا. يعني أولا أحمد الأموال اللي أي إنسان في البنك كيف يعرف فلان ولا علان؟ هذه أمور سرية، يعني مع تدخل في أمور البنوك ومعرفة حساب هذا مصيبة. إحنا في عصر يعني لا مش صحيح. الأمور تخرج الأمور ويضر في البنك. سمعت البنك، البنك هذا من سنة 35 وموجود في فلسطين. يعني عبد الحميد شومان هذا أبو البنوك. نعم. يعني ظروف سمعته أنه أنت يعني كشفت أحد عملائي. فأنا لو قضيته يمكن أكسب القضية ضده. يعني ما ذكره هيك في سنوات الغاليان إطلاقا غير صحيح أبدا، وليس لها علاقة بالملك سعود، وليس لها علاقة إطلاقا بشكل من الأشكال، لأنه حقيقة بعض إخواني رفضوا أن يصدقوا هذه الوثائق. لكن أنت صدقتها؟ والله مع الحماس الناصري وتعرف ذلك الوقت، يعني ما هو إحنا إيه في جوانب يا أحمد، جوانب تحمستنا، في جوانب تحفظتنا، مثل دعوة إلى الديمقراطية وحكم الناس، هذا ضد توجه الرئيس عبد الناصر، وقد أدعو إليها من القاهرة. نعم. المضبوط لما مثلا إحنا عدنا، يعني قصدي وافقنا كلنا مع الملك سعود أنه يجددها في سنة كم، سنة 56 تجديدها ولا 57 تجديد الاتفاقية. الاتفاقية 56. نعم. كان ضد عبد الناصر، واحنا كنا ماشيين مع، حتى الملك فيصل كان صديقه. الملك فيصل كولي عهد كان صديق لازم للرئيس عبد الناصر. نعم. يعني كلنا كان مع عبد الناصر. ومع ذلك الملك فيصل هو اللي وقع للتجديد. اللي؟ الملك فيصل أو الأمير فيصل في ذلك الوقت هو اللي وقع على التجديد للقاعدة. لأنه كلنا مع الملك سعود. نعم. كلنا مع التوجه. الشيخ يوسف ياسين زار القاهرة في 18 ديسمبر 57 والتقى مع عبد الناصر وسعى لنفي الاتهامات الموجهة إلى الملك سعود في تدبير محاولة اغتيال عبد الناصر والفصل الوحدة بين مصر وسوريا. أنت لقائك مع عبد الناصر أيضا في 58 مفدا من إخوانك، ماذا كانت النتيجة النهائية لسبع ساعات تقريبا من الحوار بينك وبين عبد الناصر؟ أثر في أن العملية صحيح، وانا اقول لك اياها تسرعت،
في قبول ما قاله الرئيس عبد الناصر كان لازم اكون متأني اكثر، بس كنا صغار شباب يعني بحماسنا. انما لو الان مثل ما قلت الهيكل قبل كم يوم قلت هذا الكلام سمعناه ولكن لم يوثق، لم يكن هناك محاكم ولا تحقيق. انا اطالب بها وطلبت فيها في جريدة مصرية من كم يوم وقلت هذا الموضوع اثير وانا الان اطالب بلجنة تحقيق للتاريخ او محكمة تحقق في هذه الادعاءات.